طيب نعمل ايه بقى لو واحد حصل له ده؟ احنا اتكلمنا ازاي يحصن الانسان نفسه. طب ازاي لو ان انسان حصل له هذا الاضطراب؟ امرين، لازم ببساطه نستمر في ذكر الله، لكن في بعض الاحيان بنبقى محتاجين نستشير اخصائي وطبيب، لان بعض الاشياء بتحتاج الى ادويه. وبالاتنين دول، الاولاني نصرف فيه الشيطان، والتاني نصرف فيه اذى نفسنا، وكده يكون فكينا التحالف والعقده اللي حصلت بتحالف الشيطان مع النفس الاماره بالسوء. يا رب احفظنا من كل مكروه وسوء، واجعلنا دائما في حماك، واجعلنا من اهل حفظك ومن اهل تحصينك يا رب العالمين، واجعلنا دائما محل نظرك ومحل مددك يا رب العالمين.